ومع ذلك بكل جرأة يقول لك لم يطالبني مصري واحد بتخفيف عبء أو قسوة الإصلاح الاقتصادي. لم يطالبني مصري ولا واحد. أنت طالبته؟ أبدا. بيعملنا فيديو ولا ما ولا منشيت؟ طيب يلا اتفضل. لما جينا نعمل إصلاح اقتصادي، وده كان أصعب وأقصى برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق. خلاص أنا انتبهت بقى، أنا خدت بالي، فرحت أنا ناديت عليها وقلت لها ساعديني. ساعدتني وتم تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق في مصر، ولم يخرج مواطن مصري واحد يطلب مني يقول لي خفف علينا قسوة ما نحن فيه، لأن هي بقت خلاص بقت موجودة بفر حاجز بين الحالة الصعبة وبين التعبير عنها. الحالة دي حالة مرضية، ناديت عليها الحقيني يا خضرة تعاليلي، فقالت لي أنا جايالك يا أخويا وجايبة أولادي، وإحنا بينا بفر، هي بفر زون أو بارير، يعني لو أنت بتتكلم صح بارير، لأني حاجز، وهي اللي وقفت معايا وقالت لهم لأ اوعوا يا أولاد. الراجل زمان بتاع الطب النفسي كان بتاع عين شمس، كان اسمه إيه؟ كان يقول لك إيه؟ إذا أنت بتكلم الدولاب عادي، يعني كلنا بنتكلم الدواليب، انما الدولاب يرد عليك تعالى لي على العياده بسرعه بسرعه، اهو انت هاجي تروح العياده. فقلت لها، فقالت لي لا انا هقف معاك يا اخويا. انهي مرأة بقى فيهم؟ المرأة المعتقلة، المرأة المغتصبة، المرأة المسجونة، المرأة المذبوحة، المرأة اللي جوزها وعيالها في السجون؟ انهي مرأة فيهم؟ ولا المرأة الفقيرة اللي مش لاقية تاكل وبتروح تلور على أكلها في الزبالة، ولا مش عارفة تتعالج؟ أني مرة فيهم؟ أني مرة فيهم؟ وتقول لنا ده احنا عندنا 40 مليون تحت خط الفقر، ب 40 مليون مرأة، إذا اعتبرنا الأسرة خمسة، 40 على خمسة في 8 مليون مرأة على الأقل كأم تحت خط الفقر، فين بقى؟ فهو بيبيع الدجل ومتصور حاله إنه واد بيفهم، لكن سؤال يقول لك ما حدش خرج يقول لي، حدش خرج على ايدي انا هنا في الاستوديو يوم 19 ولا 20 انتفاضه سبتمبر، وكل اللي فتح بقه كلبش، فهيخرج فين ويقول ايه؟ اسمع كده، طيب دي يمكن لعلك وانت في اسوان كده بتتمنجه كده في ليله الجمعه وبيروقوك، يمكن يكون في عيد ميلاد ولا حاجه بتحضره، تسمع الكلام ده. مش هقول لك على عيشة الشاطر ولا الأستاذ هدى عبد المنعم ولا عشرات ولا مئات، أنا هقول لك بس آخر واحدة طلعت اللي هي زوجة الدكتور شادي.